تفاصيلي هذه المبادرات أترك لكم دقيقة من دون شك أنكم هناك ضرورة لمساءلة الذات ولمساءلة هذا الواقع. نحن نقول اليوم بالدار البيضاء ننظم هذا اللقاء حول السياسة، الممارسة السياسية اليوم في مغربي اليوم، المآلات ديالها أين هي، الأسباب ديال التعثر اللي كنعيشوه، ديال هذه الأزمة ديال السياسة والممارسة ديال السياسة، كيف يمكن التغلب على ذلك. هناك أزمة ثقة اليوم في علاقة المواطن بالسياسة، بالأحزاب، بالنقابات، نرى ذلك في الساحة التعليمية. هناك اليوم ضرورة للأحزاب السياسية أن تعود إلى 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 ممارسة سليمة سوية للسياسة، من أجل أننا نحضر فضاء سياسي اللي يكون قادر على الإقناع، قادر على مصالحة المواطن مع السياسة. هذا الشيء كيستلزم مجموعة من الإصلاحات، مجموعة من الخطوات. أردنا في مجهوداتنا الهادفة إلى أننا دائما نقويو المجهود المشترك ديال الأحزاب الوطنية، أنه يكون معنا اليوم الاتحاد الاشتراكي في سياق الخطوات اللي كنقوموا بها اليوم واللي جات من بعد اللقاء ديال اللي كان عندي مع السيد رئيس الشقر، لكن ايضا مع الاخوه في حزب الاستقلال واللي هما في موقع اخر اليوم، موقع حكومي. لكن على اي حال العلاقه تظل علاقه طيبه وديه، وارضنا ان نناقش موضوع يهمنا جميع، شنو هي الخطوات اللي خصنا نديروها باش نصالحوا المواطن مع الممارسه السياسيه. اعتقد انه الحديث واستشعار أنه هناك أزمة في السياسة أو في السياسي بالبوليتي هو شعور ماشي فقط انطباعي بقدر ما أنه نابع لوجود مفارقة. هذا من أحسن الأخبار اللي أنا شخصيا بعدا أسعدتني منذ زمان، أنه يكون تقارب ما بين حزبين مشتركين في تاريخ طويل من النضال المشترك، وأيضا هناك اليوم تقارب كبير على مستوى البرمجة الفكرية والاقتصادية. مزيان تكون عندنا يعني على الأقل خلقوا أفق انتظار لواحد القوة اشتراكية ديمقراطية تسير يعني التحديث العام الذي يوجد في المجتمع، تكون هناك قوة سياسية تساهم التحديث الفكري والثقافي وتكون سند مقابل قوى قد تكون محافظة وقد تدفع نحو الانغلاق. أيضا أعتقد أن هناك الحاجة إلى نوع من التوازن ولو في حدود الدنيا داخل المؤسسات. اليوم أنت ترى بأنه هناك ثلاثية قوية جدا بطبيعة الحال هي نبعة من الممارسة السياسية الديمقراطية إلى آخره، ولكن هناك واحد النوع من التعول كما قال الكاتب ديال الاتحاد، ولكن هناك هيمنة من أعلى يعني الحكومة إلى أسفل التمثيلية الترابية على مستوى الجماعات، الشيء اللي خلى انطباع بأن الحقل السياسي مغلق. دونك لابد من العمل على فتح هذا الحقل السياسي، على قوى سياسية أساسية مساهمة، قوى اقتراحية، وأيضا عمل المؤسسات بما يخدم الصالح العام. Thank you.